والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيضا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد. ومرة ممكن غلطنا شوي وقلنا المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص. لا، هذا تعبير مرصوص مش موجود في الحديث، يعني المعنى صحيح. ما هو البنيان مرصوص يشد بعضه بعضا، المعنى صحيح. اما احنا علمونا اياها من احنا صغار كالبنيان المرصوص، لما كبرنا وين المرصوص؟ فيش مرصوص في الاحاديث، تمام؟ فيش مرصوص، بس المعنى صحيح، المعنى صحيح، تمام؟ اذا ننتبه، المؤمن للمؤمن، لانه انا كثير على فكره لما بذكر مرات هذا الحديث بجد نفسي متاثر بطفوله لما حفظنا الحديث، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. ها؟ لا، المؤمن للمؤمن كالبنيان، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذه لاحظوا، هاي بدينا نبلور ايش قضية الموالاة، وانه كيف يعني والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، بعضهم اولياء بعض. طيب، لكن انا ممكن انصر مستضعف كافر، هذا مش معناته صرت انا وياه كالبنيان في كل الامور، ومثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم، تمام؟ وقضية المحبة بحبه وبحبوش ما لها علاقة، ما لها علاقة، يعني انه تواليه ولا ما تواليهوش، يعني جارك وكان في عليه عدوان او احترقت داره ظلك تتفرج عليه انت لانك بتحبوش، لانه بتحبوش بشك. اذا هذه مسألة، اذا هذه الاحاديث بتبين. ايضا حديث، لاحظوا